بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كان اجتماعنا اليوم في اللجنة المالية مع الأخوة في وزارة المالية بعد ما تم تقديم تعديل على القانون رقم 79 لسنة 95 اللي هي زيادة الرسوم والتكاليف المالية على السلع والخدمات. طبعا كانت وجهة نظرنا في اللجنة المالية ان لا يمكن ان يكون هناك زيادة على الرسوم والخدمات الا مقابل تقديم خدمات فعلية، وهناك شركة مختصة من وزارة المالية الان تجري دراسة على 5000 سلعة يتم دعمها من الدولة. الكل يعلم ان ايرادات الدولة 93% تعتمد على النفط في الكويت، فقلنا للأخوة في وزارة المالية لا يمكن اليوم إصدار تشريع إلا أن يعطونا شنو الآلية اللي راح يقومون فيها على زيادة دعم على السلع والخدمات. واللي يحب أطمن المواطنين أن لن يكون هناك أي زيادة على أصحاب الدخل المحدود، وبالتالي الدراسة هذه اللي قدموها لنا راح تستغرق وقت مو أقل، راحت السنة باجي سنتين على هذه الشركة، ولكن الآن في صدد إخراج شرائح معينة وبالتالي تحتاج تعديل إلى هذا القانون. احنا نشعر في المسؤولية الكاملة مما تعانيه الدولة اليوم من عجز تصل السنة هذه إلى 8 مليار دينار، والقراءات كلها تقول أن خلال 5 سنوات راح تصل إلى 25 مليار. فاحنا أمام عجز حقيقي لأول مرة يمر في الكويت بسبب نزول النفط، فلذلك راح نكون على قدر المسؤولية في هذا التوجه بما لا يمس دخل المواطن أو أصحاب الدخل المحدود. فأخذنا وجهة نظرهم، الاجتماعات مستمرة بيننا وبين الأخوة في وزارة المالية إلى أن ينتهون من دراستهم، أو على الأقل يعطونا المسودة الرئيسية لنوعية الخدمات اللي راح يزيدون عليها، مدى استفادة المواطن من هذه الخدمات. والكل يعرف أن بالنسبة للكهرباء والصحة والتعليم والأشياء هذه اللي قاعد تدعمها الدولة بشكل مباشر، هذه من صلاحيات الحكومة أنها تزيد الدخل عليها، لكن هذا أخذنا تعهد أن هذه لا تمس أيضا، وهذا أمر احنا حريصين عليه في اللجنة المالية أو في مجلس الأمة، ولكن نشعر في المسؤولية الكبيرة اللي نحتاج أن الحكومة اليوم تفكر في تنويع مصادر الدخل لمواجهة العجز الحقيقي اللي نعانيه في هذه الفترة بسبب نزول النفط. اليوم 93% من دخلنا في الكويت يعتمد على النفط، ودول الخليج الأخرى 81% يعتمدون على النفط. احنا ليش ما يكون عندنا تنويع مصادر للدخل؟ هذه وانا قلتها في الاجتماع، هذه مشكلة اكبر من وزارة المالية، هذه الحكومة عليها ان تنتبه لهذه النقطة وتجد بدائل للمورد الوحيد اللي هو النفط، وتتحرك بسرعة لتفادي هذه الأزمة اللي الحقيقة نعاني منها الآن. وإحنا أيضا في اللجنة المالية حريصين أن نظهر بتشريعات غير هذا القانون تزيد مصادر الدخل وتقوي الوضع الاقتصادي بشكل عام للدولة. في نهاية كلامي راح أقول أن بالفعل هذه الدراسة قائمة، الشيء الرئيسي لا يمكن أن يمس أصحاب الدخل المحدود، علينا أن نوضح هذه الصورة للناس ونكون على قدر المسؤولية كممثلين للأمة كنواب، وأن الحكومة أيضا تكون على قدر المسؤولية في هذا الوضع الاقتصادي اللي قاعد تعانيه البلد. في هناك آراء من اللجنة التشريعية أن في شبهة دستورية. اليوم لما قانون 95 عطى
تشريع لهذا القانون، بالتالي في أيضا رأي دستوري، وأنا أقدر أقرأ لك منه النص المقترح في المشروع: إلغي ما جاء في القانون رقم 79-95 والذي يقرر لا يجوز إلا بقانون زيادة الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداءها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات التي تقدمها الدولة على قيمتها. هذا أيضا رأي قانوني، بس إحنا اللي نبي نمشي للاتجاه اللي فيه اليوم، لا يمكن أن نوافق على زيادة في الخدمات من غير ما تكون الرؤية واضحة. على الأقل اليوم في شركة قاعد تدرس أكثر من 5000 سلعة يتم دعمها من الدولة، أكثر من 5000، وهذا رقم مو بسيط. لكن لا يمكن أن نوافق بدون ما نحط شنو هذه أو نسبة الزيادات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل راح تتعرض لأصحاب الدخل المحدود؟ فأخذنا تأكيد من وزارة المالية أن لا يمكن أن أصحاب الدخل المحدود يتعرضون إلى هذه الزيادات. ناهيك أن في زيادات من صلاحية الحكومة أن تزيدها من غير ما ترجع القانون، مثل ما قلت لك الصحة والتعليم وهذا أمر أيضا عطونا تعاهد أنه لا يمكن أن تمس. اليوم خلنا نفكر مع الحكومة شلون نوع مصادر الدخل. اليوم هل زيادة الرسوم، أنا سؤالي للحكومة، هل زيادة الرسوم فيما لو وافقنا عليه وقلنا بالفعل احنا محتاجينه، هل راح تغطي العجز؟ ما راح تغطي العجز. فلذلك يجب ان نكون على مسؤولية كنواب، والحكومة ايضا تكون على قدر المسؤولية في وضع حلول واقعية سريعة عاجلة لتنويع مصادر الدخل لتفادي هذه الأزمة المالية. اقدر اسوي يعني اسميها أزمة حقيقية قاعد تعيشها الكويت. اليوم عندنا 8 مليار، خلال 5 سنوات راح تصل الى 25 مليار بدراسة من 40 إلى 65. هذه الدراسة مبنية على هذا الرقم، سعر برميل النفط اليوم وصل 35، في دراسات أخرى تقولنا راح يوصل إلى 20 سعر برميل النفط. فإحنا اليوم أمام مشكلة حقيقية، يجب أن نكون على قدر المسؤولية سواء إحنا كنواب أو حتى الحكومة. اليوم إحنا نقول راح نتعاون من أجل تفادي هذه الأزمة، ولكن في المقابل الحكومة إيش قاعد تقدم؟ هل قاعد تقدم حلول؟ هل قاعد تقدم دراسات صحيحة مبنية على أرقام حقيقية؟ ولا تعالوا خلنا نرفع الدخل على هذه السلعة؟ هل راح يكون في رقابة من قبل وزارة التجارة بعد ما يتم الموافقة على؟ فاليوم العملية أكبر من وزارة المالية. اليوم مشروع دولة. اليوم قاعد نعيش أزمة اقتصادية، أعتقد أنا يعني أكبر من أزمة 2008. أزمة 2008 الاقتصادية ما تعرضت لها الكويت بشكل مباشر، لكن اليوم بسبب نزول النفط اليوم الكويت قاعد تعرض بشكل مباشر إلى هذه الأزمة، ويجب أن نكون على قدر المسؤولية ونكاشف الحكومة ونكاشف الشعب الكويتي ونكون حريصين أن لا يمس أصحاب الدخل المحدود. شكراً.